وللمزيد من التفاصيل معنا من رام الله مراسلتنا ولاء السلامين. أهلا بك ولاء. إذن العديد من الأحداث، دعينا نبدأ من آخر يعني الأنباء الواردة عن عملية الخليل تحديدا. نعم، كما تحدثنا قبل ساعات عن عملية يعني كانت هي نوعية لربما يصفها جيش الاحتلال، ومقتل 3 من حرس الحدود وأيضا ما بين حرس الحدود وأيضا الشرطة الإسرائيلية بإطلاق نار على مركبة، وبعد ذلك انسحب المنفذين حسب إدعاء جيش الاحتلال أن المنفذ ليس منفذ واحد وإنما أكثر من منفذ، لذلك نقول أن منفذي هذه العملية. هذه العملية وقعت على مقربة من حاجز تركوميا، هذا المعبر هو يستخدم لنقل البضائع وأيضا يمر من خلاله العمال الفلسطينيين. نذكر كيف كان المستوطنين على مقربة من هذا المعبر ويقومون بمهاجمة القوافل الإنسانية الذاهبة إلى قطاع غزة، وأيضا نتحدث عن انسحاب هذا المنفذ. حسب جيش الاحتلال والذي يفرض طوقا أمنيا الآن على بلدة إذني، يتم مداهمة ومحاصرة هذه البلدة شمال غربي مدينة الخليل. هذه البلدة يقع أيضا بجوارها بيت كاحل وبيت أولى وبعد ذلك معبر تركوميا، لذلك إذا لم يتم العثور على المنفذين لهذه العمليات سيتم أيضا فرض طوق أمني على بعض المناطق القريبة منها. ونتحدث أيضا ليس منذ هذه اللحظات يفرض الطوق الأمني على مدينة الخليل، قبل يومين من الآن نتحدث عن انفجار لمركبة في محطة الوقود وفي غوش عطسيون، وأيضا بعملية إضافية وبالوقت ذاته كان هناك عملية إطلاق نار لرجل أمن في مستوطنة ما تسمى كرمة سور وهي الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في بلدة حلحول وأيضا بلدة بيت أمر. نتحدث في هذا السياق، وأيضا كانت مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت بأن هناك قبل 20 عام عملية مزدوجة لأحد كتائب القسام، وهم بهذه العملية قتل فيها 16 إسرائيليا وجرح أكثر من 100 آخرين. لذلك يستذكر الفلسطينيون من بعد هذه العملية التي حدثت صباح اليوم عند بالقرب من معبر الترقومية، يستذكرون ماذا حصل قبل 20 عام بهذه العملية التاريخية البطولية، والتي الآن يصف جيش الاحتلال أيضا هذه العملية هي عملية نوعية. وكانت إذاعة جيش الاحتلال تحدثت أن الذين أطلقوا النار على أفراد الشرطة هم لهم قدرات ومستوى عال. لماذا؟ لأن دائما ما يكون هناك عمليات إطلاق النار فقط على المستوطنين أو حتى على جنود الاحتلال على حواجز عسكرية، وإنما الآن نتحدث عن شارع التفافي، مزيد من الكاميرات المراقبة على هذا الشارع، لذلك هم يصفون الذين نفذوا هذه العملية لهم قدرات ومستوى عال في هذه العملية. أيضا نتحدث عن الطوق الأمني الذي تفرضه قوات الاحتلال، حيث يمنع على الفلسطينيين الدخول والخروج من هذه المنطقة. ونتحدث أيضا عن هذه العمليات التي كانت مدينة جنوب الخليل أو حتى مدينة الخليل ليس بحسبان القيادة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، وكانت بالنسبة لهم هي منطقة هادئة بالنسبة مقارنة مع شمال الضفة الغربية. ولكن من بعد يومين أو من عملياتي كرم تسور وأيضا عملية غوش عطسيون، الآن باتت هي منطقة لربما مزيد من العمليات، وخاصة أن هذه العملية التي تحدثنا عنها هي عملية نوعية بالنسبة لهم. أطلق النار على مركبة تحمل اللوحة الحمراء وهي مخصصة للشرطة الإسرائيلية أو حتى للعسكريين الإسرائيليين، أطلق النار عليها قتل فيها إسرائيليان، ونحن نتحدث عن مقتل 3 بحسب الإعلام الإسرائيلي. إثمار بن غفير وصل إلى هذه المنطقة وصعد من عمليات البحث والتي هي جارية بالفعل منذ اللحظة الأولى لهذه عملية إطلاق النار،
ونتحدث أن هناك بيانات للوزراء اليمنيين المتطرفين الذين يقولون أنه يجب أن تكون هناك عملية عسكرية موسعة من الشمال وحتى جنوب الضفة الغربية، وذلك ردا على هذه العملية. نتحدث عن رئيس مستوطنات غوشاتسيون الذي قال بأنه يجب أن تكون هناك عملية موسعة في مدينة الخليل مقارنة بما يحدث بشمال الضفة الغربية، أي بالعملية التي زالت مستمرة لليوم الخامس بالتحديد في مدينة جنين ومخيمها، ويجب أن تكون هناك عملية عسكرية موسعة في مدينة الخليل لكي لا تحدث عمليات بهذا الشكل في المدينة التي أصبحت هي بالنسبة لهم كانت خضراء، أي هي ليس هناك أي عمليات فيها. ونتحدث هذه العملية، هناك ثلاث عمليات خلال هذين اليومين، عملية غوشاتسيون، عملية كرمتسور، وعملية أيضا ترقومية. لذلك نستطيع القول أن من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها هناك هي باتت حسب ادعاء جيش الاحتلال هي مناطق خطيرة جدا، ويجب أن تكون هناك عمليات موسعة كالتي حدثت بعملية السور الواقي التي هي مصطلح إسرائيلي عام 2002، وفلسطينيا هي انتفاضة الأقصى التي حدثت بعام 2002 واجتاحت كل مناطق الضفة الغربية. من بعد 7 أكتوبر تزايدت عمليات إطلاق النار وعمليات الدهس والطعن في شمال الضفة الغربية، ولن يتخيلوا أن تكون هناك أيضا تصف مدينة الخليل أو تقف مدينة الخليل إلى جانب شمال الضفة أو حتى وسط الضفة الغربية. لذلك يريدون ضغط عسكري أكبر مما كان عليه في السابق من بعد 7 أكتوبر. يجب تقطيع أوصال الضفة الغربية أكثر فأكثر حتى لا يتسنى للمواطنين أو حتى المقاومين الفلسطينيين أن ينفذوا عمليات فدائية ومقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. نعم، يعني ولا الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى عدد من المدن في شمال الضفة الغربية من بينها طول كرم واقتحم هذه المدينة، ثم انسحب واقتحم مرة أخرى، ويعني توالي الاقتحام والانسحاب. بماذا يبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إن كان يقوم بحملة عسكرية فعلا منظمة ولها أهداف بطبيعة الحال؟ الجدير بالذكر منى أن الاقتحامات هي ليست فقط بالعملية العسكرية التي بدأت منذ الأربعاء الماضي، وإنما هي باتت اقتحامات ليلية، وأيضا لربما في هذه اللحظات تنفذ قوات الاحتلال في مدينة الخليل وفي بلدة إذنا اعتقالات. أيضا كان هناك يوم أمس اعتقالات لخمسة مواطنات جامعيات في مدينة الخليل، إصابة فلسطيني الآن في مدينة الخليل في بلدة إذنا بالرصاص الحي. أيضا نتحدث أن العمليات العسكرية هي اقتحامات فقط وتقوم باعتقال الفلسطينيين وبعد ذلك الانسحاب، ولكن العملية العسكرية هي الأكثر والأوسع من بعد عملية السور الواقع عام 2002، هي العملية العسكرية التي قامت بها ولا زالت مستمرة في مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت أو اجتاحت مدينة جنين ومخيمها، مخيم نور شمس، مخيم طول كرم، وأيضا مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، والآن نتحدث انسحابها من تلك المناطق. ولا زالت العملية العسكرية لليوم الخامس على التوالي في مدينة جنين ومخيمها. يتم محاصرة مستشفى ابن سينا وتفتيش المارة سواء من المواطنين أو حتى الحالات الإنسانية التي تكون في مركبات الطواقم الطبية، وأيضا تحقيقات مع الطواقم الطبية التي هي بداخل هذه المركبات. نعم. لا زالت قوات الاحتلال تحاصر مدينة جنين ومخيمها. نعم. ونتحدث عن قتل يعني ليس فقط في هذه العملية، وإنما نعم. كل ما كان هناك اقتحام أو حتى اجتياح مدينة جنين ومخيمها يقتل أحد جنود الاحتلال في هذه العمليات. نتحدث عن ارتقاء ما لا يقل عن 22 فلسطيني في ثلاث مدن من شمالي الضفة الغربية، يعني للأسف ما زالت العملية
نعم، يعني أود أن أشكرك ولاء، وكنت تتحدثي عن يعني مقتل ضابط ربما في جيش الاحتلال الإسرائيلي. للأسف الاحتلال عادة لا يصرح ولا يعطي أرقاما حقيقية، قد يكون هذا الرقم على الأقل واحد، لأنه يعني كما أشرت لا يعطي الاحتلال تفاصيل تتعلق بخسائره. أود أن أشكرك مرة أخرى ولاء السلامين مراسلتنا من رام الله.